اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لنهايه حلقه من برنامج فيه العافيه. حزين ان بفارقكم، لكن ان شاء الله راح نرجع لكم مره ثانيه. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا اطباق العيد، العيد قرب وان شاء الله عندنا اطباق حق العيد. بنبتدي بريوق العيد اللي هو البلاليط، وبننتهي بالعيش واللحم. فبس هالمره عاد لا بقول لكم، البلاليط مالنا مو مثل البلاليط العادي. بنسوي بلاليط بطريقه صحيه، تعودتوا عليه انتم بكل الطرق العاديه، لكن هالمره بنسوي صحي عشان يناسب الناس اللي عنده سكر واللي يبي يسوي دايت ويبي ياكل بلاليط. فخلكم معانا. مكوناتنا عندنا البلاليط او الشعيريه، عندنا ماي الورد، عندنا بستبدل السكر بشراب الصبار العضوي، وبستبدل السمن او الزيت او الدهن بجوز الهند، وعندي ملح حق البيض، جرفه، هيل مطحون، زعفران نقعته بماي، بيض، بضيف للفستق وبضيف للجوز. قلت لكم في اشياء جديده في هالوصفه. نروح على الجدر ونبدا باول خطوه. راح اقلي البلاليط وراح احمر فيه البلاليط. انا احبه يكون نصه مقلي ونصه لا، فاول شيء نحط الجزء الاول نخليه يحمر. قاعدين الحين نحمر البلاليط مثل ما قلت لكم عشان يصير لونه نصه، يعني يكون شوي مشقر، والنص الثاني عادي حمرناه بزيت جوز الهند. راح اضيف الحين بعد ما صار لونه احمر، خل نروي تابعين شلون هالشكل، نضيف باقي البلاليط. نعطيه كذي بس كذي على السريع نحمره معاه. في البلاليط خلكم سريعين لان بسرعه الاشياء تتحمر وبسرعه الوصفه تخلص. الحين بعد ما تقلى عندي البلاليط كامل راح اضيف له الماي. طبعا انتبهوا، دقيقة ونص بالكثير دقيقتين، ونشيله على النار عقبها ونشخله بالمشخالة. أكثر من كذي راح يعجن عندكم البلاليط، ويمكن هاي المشكلة اللي تواجه الأغلب وتخليهم يتخوفون من البلاليط. خليه ينقلي. في هاي الأثناء راح أضيف له شوية من شراب الصبار مثل ما كنا نضيف السكر، بضيفه على مرحلتين الحين وبضيفه بعدين. أنا ما عندي ساعة، احسبوا لي دقيقة ونص. والحين مرة دقيقة ونص وصار عندنا البلاليط جاهز إننا نشخله. شخلنا البلاليط، حطينا الجدر علشان نكمل الحين باقي الوصفة. نرجع نحط شوية من زيت جوز الهند. قلت لكم قاعدة أمشي بنفس طريقة البلاليط المعتادة. حطينا زبدة جوز الهند. الحين راح أضيف مكسرات اللي قلت لكم إن أبي أضيفها. ما تتخيلون ريحة زيت جوز الهند شلون طالعة حلوة مع المكسرات. نرجع ننزل عليها البلاليط. تشوفون على طول البلاليط ما يعني سريع سريع على طول يبدا يلزق. الحين نتبل او نبهر البلاليط بالاشياء المعتاده. نضيف عليه الزعفران مع ماي الورد، ونضيف عليه جرفه. انا احب الجرفه اختياريه. وكثروا هيل، اول ما تحطون الهيل حسون عيدكم مبارك. أنا كذي أحس الهيل وايد يعطيني شعور العيد والبلاليط. ونحط بعدين شراب الصبار العضوي بدال السكر ونحرك البلاليط. والله ريحة صباح العيد أو يوم الجمعة. أنا عارف أن البلاليط دائما مرتبط عندنا في البيوت القطرية بيوم الجمعة. أنا ما أحس أن الجمعة إذا ما كانت بلاليط. شوفوا شلون بدأ ياخذ اللون وياخذ
الطعم، نخليه بس شوية ينشف. وإحنا طبعاً حاطين شراب الصبار، فالسائل اللي تشوفونه ترى من الصبار مش من الماء. بس وبكذي خلص بلاليط العيد بطريقتنا. أنظف شوية المكان وأرجع لكم. الحين البلاليط جهز، لازم البلاليط مع البيض، ما راح نتنازل عن الأشياء الأساسية. بسوي بنفس الطريقة بزيت جوز الهند ونبدأ بتحميره. في ناس يحبون البيض مع البصل، في ناس يحبونه خالي، أنا راح أحط البيض العادي مع الملح، فلفل أسود، أحب أضيف له الهيل لأن احنا حطينا الهيل في البلاليط، ونحط له القرفة. نفس البهارات اللي نكهنا فيها البلاليط نكهنا فيها البيض. نخفقه كذي خفقه سريعه. ونحمره بسرعه. انا لانه راح احطه في اكواب فراح احركه. بس طبعا المعتاد ان احنا نسويه قرص بيض، نحط قرص البيض على البلاليط. رفعته عن النار. انه شوي النار عندي حاره. الحين ارجع اضيفه. تشوفون شلون الهيل والفلفل الأسود كله بيّن مع البيض عندنا. بس حاولوا تقطعونه بهالشكل. خلاص الحين نروح على النشاب. نحط البيض ونيب البلاليط. وجهز لكم صحون حلوة نقدم فيها طبقنا الحلو هذا. بما ان عيد اكيد تبون توزيعات واكواب حلوه، فاخترت لكم انه يكون بهالشكل. كل واحد له صحنه. تشوفون شلون المكسرات والهيل وكل الاشياء طالعه. هذا الطبق الاول والطبق الثاني. طبعا تبون تحطونه في غنشه كبيره بعد عادي. حطينا البلاليط والحين نحط فوق البيض. بس وبكذي صار عندنا البلاليط الصحي جاهز، سويناه بطريقة خفيفة لطيفة تناسب العيد ويسعد الجميع. نروح الحين على عيش ولحم العيد، خلصنا الريوق ونروح للغدا. ورجعنا لكم متابعينا، خلصنا من ريوق العيد والحين يني حق غدا العيد والفرحه واجواء العيد في كل البيوت القطريه الحين. وان شاء الله نسوي مع بعض المكبوس الابيض او يسمونه مكبوس العيد او مكبوس العزايم. شنو عندي المقادير؟ عندي عيش بسمتي نقعته في ماي ساعتين، وعندي لحم غنم خذته وقطعته قطع كبيره، تبونه يعني مثل طريقه الذبيحه، فخليته يقطع لي اياها قطع كبيره، وسلقتها مع ماي وملح وبهارات صحيحه، ليمون اسود وهيل وورق غار وقرفه. سلقته لين ما شفته صار لين، او اذا عندكم جدر الضغط بعد بيسرع لكم العمليه وايد. حطيته في صينيه والماي طبعا احتفظت فيه، هاي اهم شيء هو اللي بيطبخ لنا العيش. فعندي ماي سلق اللحم، عندي ثوم وزنجبيل، وعندي كميه كبيره من البصل مفروم، عندي فلفل اسود وملح وجرفه، وعندي ماي ورد مع زعفران. طبعا اكيد تحسون المكونات وايد بسيطه، بس كل هالطبق اصلا يعتمد على نكهه ماي اللحم، ما نبي اي نكهات او بهارات تضيع الطعم. فالحين نروح على
الجدر ونحمر البصل عدل، نحط كمية زينة من الزيت. ممكن تستخدمون الدهن القطري إذا حابين في هالوصفة، أو حتى لو عندكم الشحم اللي خدتوه من الخروف بعد حلو. نحمر البصل عدل في هالمرحلة، أنا أبي البصل يعطي لون ويعطي عقب العيش لون. خليه يتقلى، ومثل ما قلت لكم ما عندي مكونات وايد إلا الملح والفلفل الأسود. أخلي البصل يتقلى لين ما أشوفه شوية تغير لونه. الحين البصل تقلى عدل، أضيف له الثوم والزنجبيل، أحمره معاه شوية، وراح أضيف له الحين الماي مال سلق اللحم اللي سلقناه فيه. قلت لكم الماي معاه ملح شوية ومعاه بهارات صحيحة، ليمون أسود، ورق غار، هيل، وعندي بعد الجرفة. ننزل ماي سلق اللحم، كل النكهة بتينا من هالماي. وإذا ودكم بعد شوية فلفل، نقط كم علب كذي حق اللي يحب الفلفل يطلع له. أول ما الماي يبدأ يفور كذي، لأن الماي أصلاً إحنا مسخنينه، راح ننزل عليه العيش. العيش قلت لكم نقعته ساعتين، واستخدمت عيش بسمتي نوع زين. نخليه يفور على نار حارة تقريباً 10 دقائق، وبعدها أنزل على النار وأغطي عليه، ياخذ راحته لين يستوي عندنا العيش. بس ونرجع لكم الحين بعد الفاصل نسوي اللحم. تشوفون شلون أول ما تبدأ الفتحات هذه تصير، خلاص نقصر على النار ونغطي عليه، نخليه لين يكمل سوا 30 دقيقة 40 دقيقة. العيش على النار قاعد يرتاح ويكمل سوا، وعندي لحم الخروف اللي أنا سلقته بالماء بالبهارات الصحيحة، بس باقي شوية خطوات عليه. أحطه في صينية لنبة حمراء، عندي الزعفران المنقع مع الماء، وعندي فلفل أسود، وعندي الجرفة، وأضيف له زيت الزيتون، وراح أجيب الملح احتياطاً، أنا ملحته شوية بس أحسن يكون مالح بعد زيادة. أضيف له الملح ونحرك خلطتنا اللي بندهن فيها اللحم. تشوفون شلون الخليط كذي صار، لما تشوفون تقولون ليش اللحم كذي وشلون لونه يلمع، وهاي هي الخلطة. نتأكد ان احنا غطينا قطع اللحم كاملة بخلطتنا هذه. خل أصبها بعدين أدهنها. ما تتخيلون شلون تعطي اللحم لون وريحة وطعم حلوين. تأكد ان غطينا اللحم كامل بس، وبكذي راح اخذه على الفرن واحمره. الحين نسوي الحشوة، هي عبارة عن تكنيك بسيط، حطينا البصل بدون ولا نقطة زيت ولا ماي. الحين بعد ما يحمر احنا قاعدين نكرمله، نضيف نقطة ماي ونحرك، يبي لها صبر شوية، قلنا لكم غدا العيد. نرجع نحط شوية ماي ونحرك لين ما تشوفون يبدأ لون البصل يتغير كذي، نشف، أرجع أزيد مرة ثانية ماي. إحنا قاعدين الحين نغير لون البصل، ننتظر ينشف ونرجع نزيد. الحين إحنا حطينا الماي وبعدين حطينا الزيت،
والحين نبدا نقلي بالعكس، اول شيء الماي وعقب الزيت. حطينا الفلفل الاسود ونحط الملح ونحط الجرفه واضيف عليها الزبيب، اللي ما يحب الزبيب يقدر يستغني عنه، بس صدقوني انه وايد حلو مع الحشو. تشوفون الزبيب اول ما ينقلي تبدا الحبات تكبر. الحين البصل تحمر مع الحشوه، صارت الحشوه جاهزه، نشيلها من النار. بعد ما يصير عيش ولحم بدون بيض مستحيل. نحط البيض نفوحه قبل لا نقليه ونحطه على الصينيه. والحين نطلع اللحم من الفرن، اتوقع انه هو جاهز. وبكذي اللحم طلع من الفرن، لو تشمون بس ريحه الزعفران شلون عجيبه. الحين العيش عندنا جهز والبيض قاعد يستوي، نشيك على عيشنا شويه. انا غطيته بقصدير علشان اتاكد انه يستوي. شوفوا ما شاء الله شلون، شوفوا شلون العيش صار نثري. هاي بالضبط طبخه العيد اللي احنا نبيها. الحين نجهز اغراضنا ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا. البيض بعد ما انسلق قشرناه، والحين براويكم شلون نخلي لونه لون بيض عزايم. نحط الزيت ونحط فيه شويه كركم ونقليه في البيض. الحين الكلام الجد اليوم قلنا لكم ما في، خلي شويه يتقلى. ياخذ اللون. بس بهالشكل، احنا بس نبي لونه يتغير ويصير مقرمش من فوق. شيله على جنب. الحين ننشب العيش. طبعا اخترنا هالصحن لان عيد، فلازم كذي صحن باح يعني على قد ما ذبيحه صغيره. ونيب العيش. العيش ما شاء الله نثري مثل ما رويتكم. ننشب العيش. بسم الله. شوف اللي باقي بس اخر شيء. وسع بهالشكل. والله ريحة العيد، ريحة العيد ما شاء الله. العيش والطبخة صدق طالعة عجيبة. الحين نشل الجدر، والحين عاد نشيل اللحم. نحاول ان احنا نحافظ على شكله، فشوي شوي توزعونه بهالشكل. اللي يحب الضلوع يكثر الضلوع، اللي يحب الريل ولا اليد، كل واحد على ذوقه. حاول ما نكسره، نحافظ عليه. شوفوا ما شاء الله شلون تحمشت الضلوع للرقبة. الحين حطينا اللحم، نوزع الحشوة، خليها على كل العيش. والله لو تسوونها في البيت يعني صدقوني طباخكم أحلى من مليون مطعم. ونحط الحين البيض نوزعه بالشكل. هذا هي طبخة العيش أو المكبوس الأبيض. وزع بهالشكل بس. وبكذي عيش ولحم العيد جهز. تعبنا فيه شويه لكن صدقوني يوم بتشوفون الابتسامه على وجوه الناس وهم ياكلونه في العيد راح تستانسون وتحسون انه يسوى التعب. الحين نحطه وننهي حلقتنا مع بعض ونودعكم.
عليكم السلام. رمضان كريم. You have me Ramadan. Of course I have Mira reward. طبعا لا تنسون تنزلون تطبيق الميرا وتحصلون على نقاط مجانا في كل تسوق. وبكذي وصلنا لآخر حلقة من برنامجنا فيه العافية. استمتعنا هالثلاثين يوم في الميرا احتوتنا، جهزنا فيها يعني أجمل الأطباق بأجمل المكونات. وبكذي عساكم من عوادة وعيدكم مبارك، ونلقاكم إن شاء الله على خير مرة ثانية مع وصفات جديدة وأطباق جديدة.